كلام بيزنس. حياكم الله مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يا هلا فيكم وحلقة جديدة من برنامجكم كلام بيزنس. طبعا توجهات في البيزنس كثيرة وعديدة، والإقبال على المشاريع متعددة ومتنوعة، لكن هالمرة حديثنا عن البيزنس في مجال تصميم وتفصيل الثياب. اللي لهم في هذا المجال وحابين انهم يحطوا راسهم ويفكروا بشكل جاد، خليهم يسمعوا هذه الحلقة، خاصة عندنا ضيف من نوع خاص. ارحب في هذا الاستوديو البث الاذاعي في اذاعه الف الف اف ام الموجه السعوديه بحبيبي المصمم ايمن الرابغي. حياك الله استاذ ايمن. الله يحييك استاذ عادل، اهلين وسهلين فيك جميع المستمعين للاذاعه المتميزه الف الف. الله يسلمك، حتى صوتك مميز يعني ما شاء الله جميل. الله. يعني كذا علمتنا. طيب انا دائما بتابع وانت علمتنا ما شاء الله شياكه كمان في اللبس. وطبعا احنا لما نتكلم استاذ ايمن عن سوق الثياب وتصاميم الثياب والاقبال عليه، يعني احنا بنتكلم عن الملابس بالتأكيد. الشيء اللي ما بيستغنى عنه الناس والمجتمع مثل الأكل والشرب، أيضا الملابس خاصة إذا مع زيادة عدد السكان والاحتياجات المعيشية. وبلا شك يعني يعني أحد أساسيات الحياة، وتعد تجارة الملابس يمكن من أنجح أنواع التجارة حاليا إذا كل واحد بيتكلم فيها، لأنه الناس ما على قولهم ما تستغنى أبدا، سواء في مواسم أو غيره. يعني مو شرط الواحد يقول ما في رمضان وما قبل العيد وكذا، في بشكل عام. وخاصة لما نتكلم عن بزنس الثياب، فإن إحنا بنتكلم عن الاحتياج لشريحة كبيرة ابتداء من الأطفال إلى أعمار متقدمة. هو في المملكة بشكل محدد وفي الخليج بشكل عام، خاصة إنها في المناسبات الرسمية وغيرها من المناسبات العادية. طيب أنا أبغاك تتكلم خاصة يعني بزنس الملابس وتحديدا الثياب، موقعها ما بين المشاريع الأخرى من ناحية يعني فعلا قوتها وممكن الواحد يدخل فيها أو لا. والله شوف، لو تبغى أنا أتكلم بصفة خاصة عن الثياب، اللي هي منتج مهم للشاب السعودي والخليجي، هو لبسه اليومي. ما يقدر يستغنى عنه، فأنت بتلمس شيء ما يعتبر من الاحتياجات الهامة جدا في كل بيت لكل رجل. أيوه. فلازم يكون له مواصفات معينة. أنت لما أنت تبى تبدأ كبزنس ثياب، أيوه، في نقطة مهمة جدا لازم تعرف. لما تبدأ في نقطة مهمة، يا سلام، أنا بحسجل معك. أهم شيء الفئة المستهدفة. أها. أنت تبى تبيع لمين؟ هل أطفال، شباب، كبار، موظفين، رجال أعمال، مستهلكين يوميين للثياب ولا أسبوعي؟ أيوة. أنت لو عرفت الشريحة المستهدفة اللي عندك، اللي أنت تبغاه، اللي أنت تبغى تبيع له، هتعرف تختار، هيسهل عليك كل شيء. نعم. يعني مثلا طلبات موظف البنك مختلفة عن طلبات مثلا رجل الأعمال، مختلفة عن طلبات اللي بيلبس ثوب كل أسبوع، اللي ما بيحتاج الثياب إلا مثلا مرتين في الأسبوع. نعم، الاختلاف وين؟ هل هو في التصميم؟ هل هو في نوع القماش؟ يعني اعطيني يعني ايش الفكرة في كل شيء. أيوة. نوع القماش، ايوه، في التصميم، حتى في المقويات، يعني في الحشوات اللي نحن من زمان بصفة عامة. ليش؟ نعم. مثلا انا بديك من خلال الخبرة، موظف البنك يستهلك الثوب يوميا. يعني يوميا ثياب. صحيح. المدرس يوميا ثياب. نعم. هذا له مواصفات، لأنه هذا اللبس الرسمي بالنسبة لعمله. نعم. أيوه. هذا يحتاج له مثلا قماش يكون فيه بوليستر لأنه يتحمل، يعيش أكثر. أيوه. المقويات تكون أقوى، لأنه مثلا الحشوات حق الثوب هي في النهاية لها عمر افتراضي زي شيء في الحياة. لما بتنغسل كثير بتلين كثير. نعم. بتلين. فمثلا صحيح. فموظف البنك او المعلم لا، يحتاج له مثلا مقوى دبل مثلا، شيء اقوى. أيوة. ليه؟ لانه يعيش اكثر.
يدوم فترة أطول، لأنه برضو في النهاية هو بيدفع فلوس فيه، يبغى الشيء يعيش معه أكثر، ويبغى يكون بمنظر لائق أمام العملاء لأنه بيتعامل مع زبائن مع عملاء، لا بد يكون منظر لائق، مو فقط يتحمل. صح، هذا ما في شك. أنت يعني توبك عنوانك، تقول أنت مين. يعني معلش أنا لما مثلا داخل مثلا بنك مثلا، لما أشوف موظف يعني لبسه مش أنا ما حثق فيه، يعني الثقة كده حتكون مزعزعة شوية. بلا شك فعلا لها دور كبير. يعني أنا كيف أحط فلوسي عنده، كيف أخذ قرض منه؟ لكن لما يكون مثلا أنيق ولبس ومرتب، هذا يديك إحساس أنه اختياراته صائبة، حيديك معلومات مهمة ومرتبة، حتحس بالأمان. عجيب. من كل معلومة حيقولها، هذه من خلال يعني ما درسناه في سيكولوجية الملابس اللي بتنعكس على الآخرين. أنا يعجبني حقيقة أن السيكولوجية والفلسفة الجميلة في موضوع الملابس، حتى يمكن مع اختيار اللون المناسب ولا كيف. طبعا يعني ما ينفع انه مثلا زي ما انت ذكرت مثلا موظف بنك او مكان رسمي بيكون مثلا بتفصيل في شيء من نوع البهرجه، يعني طبعاً. يمكن هو مناسب في اوقات معينه، في مناسبات معينه مقبوله منه. نعم. شوف في اماكن للعمل. في اماكن للمناسبات والسهرات، في مكان مثلا للجلسات العائليه. نعم. للمناسبات العائليه، لحفله معينه. نعم. حتى في الآن أصبح في تصاميم مثلا للملعب، واحد رايح ملعب، في تصاميم للكافي مثلا مع أصحابه يشربوا كافي. في كتاب ظهر حقق نجاح عالم اسمه ارتدي ما يجعلك ناجحا. يا سلام. يعني حتى بيقول لك يعني حتى مثلا هتلر كان يلبس لبس معين عشان يأثر على الآخرين. القيادي كيف يأثر. تأثير الملابس شيء مهم جدا في حياتنا اليومية أصبح. نعم. الناس بتحكم عليك من أول 10 ثواني حسب علماء النفس ما بيقولوا. من قبل ما تتكلم الناس بتشوف أنت إيش لابس. أنت بكونك في مجال يعني ما شاء الله عليك تصاميم الثياب ورجل أعمال ناجح في مجال الثياب أخوي أيمن، هل يعني مثلا العميل اللي بيأتيك من خلال مجاله، إذا كان إعلامي فنان رياضي أيا كان، أنت مثلا تحدد معه إيش الثوب المناسب سواء لونا تصميما نوعية؟ هذا الإجابة أنا حأخذها منك بعد الفاصل. أوكي. كلام بزنس. عودة لكم مستمعينا الكرام، حياكم الله مرة أخرى. والبزنس اللي بنتكلم عنه في مجال صناعة الثياب، التفاصيل والتصاميم بشكل كبير الآن بدأت تتوسع ولها دور، بدأت يعني تكون لها أسماءها، وإذا أردنا أن يعني نذكرها لن نستطيع أن نحصرها. لكن وجود أستاذنا الفنان أيمن الرابغي، وهو طبعا مالك لدار أيمن للأزياء، حديثنا عن يعني هذا البزنس بشكل عام. كنا يعني قطعناك أستاذ أيمن قبل الفاصل، وحبيت نكمل معك. تفضل. والله لو تفكرني بالسؤال نسيت. لأنه كنا نتكلم عن تحديد الثوب المناسب للشخص. آه، المناسب. نعم. المناسب للعمل، المناسب كيف ممكن أنك تشتغل عليه. وانت ذكرت أنك أنت دارس الموضوع هذا. نعم. الدراسة. نعم. أنا دايما بقول مهم من أين تختار الثوب. أيوه. لكن الأهم متى، أين، كيف سترتديه. نعم. يعني دايما أنا بشوف بعض أحيان يعني مثلا واحد في الصباح لابس الأشياء لامعة. هذا أكبر خطأ في عالم الأناقة. نعم. بعض الأحيان تلاقي مثلا واحد في الصيف مثلا في النهار لابس لك ألوان غامقة جدا. أيوه. تعتبر شتوية. هذا بيدي انطباع مش حلو عنك، عدم الترتيب، عدم يعني دايما الأناقة بدل على الثقافة. أنت بتدي إحساس للآخرين مش الإحساس ممكن الحقيقي اللي مفروض أنك أنت تفرضه أو تمام. تقوله عن نفسك أو عن شخصيتك. أيوه. لا، دايما أختار الشيء الصح. إذا مثلا أو لما مثلا في شكل الجسم في نوع البشرة مثلا، لما تكون مثلا رقبة طويلة أو وجه دائري، لازم أنت تعرف إيش يناسبك. مثلا نحن دايما نقول الوجه الدائري، الرقبة الممتلئة والقصيرة. مثلا تكون الرقبة دايما صغيرة عليهم الياقة، ما يكون كبير عشان لا تخنقوا، عشان ما تدي دايما تدي مساحة، تدي حيوية. الرقبة الطويلة، الوجه الطويل، يفضل له القلاب عشان في مساحة كبيرة تمليها طريقة جمالية، فالقلاب بدي شكل أحلى على الرقبة الطويلة. نعم. مثلا الإنسان الطويل، الإنسان القصير، الإنسان القصير ما يبتعد عن الأشياء مثلا الأزرير الملونة. لأنه هي بتحدده، فالواحد يقدر يقيسك بطريقة. لا، أنت حاول تخفي، خليك تدي إحساس أنك أنت
طويل أو أطول من المعتاد مثلا، مو نعم. لا تبين لنفسك أن أنا مثلا قصير. حب أقول معلومة، حسب القياس الأزياء العالمية طل من 1.60 قصير، من 1.60 لـ1.70 متوسط، فوق 1.70 طويل. أيوة. فهذه المعلومات اللي دائما حتى أنا بوجهها وبقولها للشباب، اليد الطويلة المناسبة، مثلا واحد جسمه مليان حاول تلبس مثلا قماش ما يكون فيه بروز للنسيج، ليه؟ بيدي ثقل بصري، بيوسعك زيادة، بيتخنك زيادة. حاول يكون القماش مش واقف برضو، بيديك فوليوم، لأن القماش واقف بيجي عند يعني أدخن منطقة ويوقف عندها، فبيديك أيوة الفوليوم كل الناس تاخذ احساس انه انت هنا، هذا حجمك، وهو غلط. ممكن انت مثلا عندك بروز في البطن بس والباقي جسمك عادي، فهذا الشيء بيديك فوليوم اكبر، فبيدي انطباع نعم. وانت يعني هذه اشياء كلها تفاصيل بسيطه، لو انت عرفت عن نفسك او جيت عند مستشار معين بيقول لك، هي يعني انت في النهايه حتاخذ يعني احنا لو نبغى نتكلم يعني من ناحيه بزنس، بغض النظر من ناحيه انه الواحد كيف يختار المجال، لكن من ناحيه بزنس انه الواحد قبل البدء في هذا المشروع لابد تكون دارسه بشكل كبير. يعني البدايه من وين استاذ ايمن؟ شوف انا دائما في كل اللقاءات بقول حاجه مهمه جدا. ايوه. دائما لما انت بتبدا في بزنس مثلا الثياب والملابس عموما، ايوه، تروح عند مصنع ملابس او مصمم يشتغل عنده أو تتدرب عنده حتى مجانا لمدة 6 شهور أقل شيء، تأخذ الخبرات، تعرف الأقمشة، عشان ما تتورط، ما تروح تشتري قماش في النهاية بعدين تفتح المشروع ما تشتغله يعني. نعم صح. تحس إنه غير مناسب أو غالي عليك. تعرف الإكسسوارات اللي أنت هتستخدمها، تعرف الحشوات اللي أنت بتناسب الشريحة المستهدفة عندك، تعرف طريقة تقسيم مثلا التوبة والملابس، التفصيل الصحيحة. نعم. لأنه التفصيل فن ترى، يعني التوب رسمة. نعم. يعني شيء مرسوم، كل إنسان يحب إنه يكون لابس شيء حلو، فأنت الشخص جايك عشان يبغى يتميز، ترى مو جاي عشان بس يلبس. الناس نعم. المجتمع السعودي تطور. نعم. صار حاب إنه يتميز، ترى شغلة إنه يلبس توب وخلاص، هذه ترى خلاص في الماضي صارت. الآن المجال اللي نبغى نتكلم عنه في مجال الثياب. واحنا بنخصص هذا الموضوع، انت ما شاء الله عليك دخلت في مجال الثياب وفي حتى تصاميم العبايات. نعم. بزنس الثياب هل هو واقف فقط على موضوع التصاميم، او ممكن يكون تفصيل او خياطة الثياب؟ يعني اعطيني انواع المجال في بزنس الثياب. شوف، بزنس الثياب ينقسم لقسمين، يعني انك انت بتسوي تصاميم. أيوة. او بتسوي توب سادة ستاندر وماشي عليه. اها. إذا أنت حاب تسوي ستاندر، أنت تعرف الشريحة المستهدف حقك، مثلا موظفين، معلمين، لأنهم عادة يلبسوا أشياء سيمبل مرة ستاندر، أو أنه لا تبغى مثلا تصاميم فتبغى أشياء فيها إكسسوارات، فيها قصات تستهدف الشباب، الناس اللي يدوروا على العصرية، اللي يدوروا على التميز أكثر، يدوروا على الظهور أكثر. طبعا بعد ما تختار الشريحة المستهدفة، بعد ما تتدرب عند مصمم معين، تبدأ تدور اللوكيشن، المكان المناسب. تبدأ تدور الديكورات المناسبة اللي تعكس أنت إيش تبغى تبيع. نعم. تبدأ تختار الـ 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 الموظفين، الأيدي العاملة اللي عندك تكون ماهرة، تكون متدربة. نعم. تكون عندها خبرات، عشان أنت قبل ما تبيع للناس أول شيء مصنع حقك يكون حقل تجارب. أيوة. يجيب أقاربك وأصحابك تجرب عليهم قبل ما، عشان هم يدوك الملاحظات، يدوك الأخطاء. بعد كده تبدأ تفتح المحل وتبدأ تسوي على الماركتينج، التسويق، تبدأ تستهدف الناس اللي لهم علاقة مثلاً أو يهتموا بالثياب ويقدروا يكشفوا، يعرضوا ثيابك بطريقة تجذب الناس لك. نعم. تستهدف مثلاً الشركات اللي تسوي علاقات معهم، تبدأ تراسلهم أنه أنا مثلاً كده أتعرف عن نفسك، وأنا طريقة تفصيلي كده، وأنا عندي أقمشة مميزة كده. نعم. وبعد كده يعني مع الوقت هتبدأ تطلع معك تجارب، هتبدأ تطلع معك مثلاً أخطاء، هتبدأ تتعلم، هيكون المجال إن شاء الله. وطبعا نرجع نقول كمان المبلغ المالي اللي انت بادئ فيه لازم انت تبدأ في حدودك، ما تكلف على نفسك أشياء فوق طاقتك. نعم. حتى لو كانت خطواتك بطيئة بس لازم تكون صحيح. نعم. ما تخش في مجال وتبني أشياء أكبر وانت ما عندك السيولة اللي تقدر تمشيه، هتلاقي نفسك زي ما بشوف ناس كثير في نص المشروع بيوقف. أيوة. وهذا خطأ كبير. نعم. ما يقدر يستمر، وهذا خطأ كبير نحن بنشوفه كثير.
حتى مثلا لو بدأت مثلا تبيع من البيت في البداية، انه مثلا عندك مصنع وتبدأ تسوي في الانستغرام، ما في مشكلة قبل ما تاخذ محل وإيجار ويعني تكاليف عالية وتكاليف تشغيلية، حبة حبة تبدأ لما تشوف ان انت تمكنت ديك الساعة تفتح المعرض وتفكر وتبدأ. نعم. التعامل مع تفاصيل الثياب معنى ذلك أني لابد يكون عندي تعامل جيد ومعرفة جيدة في عالم الأقمشة، وهذا مهم جدا. ولكيف يعني الأقمشة وما يتبعها سواء إكسسوارات وغيرها، وهو عالم كبير الواحد عشان يدخل فيه كيف فعلا يستطيع أنه يعني يرتب في هذا الأمر. اختيار الأقمشة هو أساس التوب. نعم. دائما الواحد لما بيبدأ بالمشروع يشوف الشريحة اللي هو يستهدفها، إيش تحتاج من ثياب؟ إيش تحتاج من أقمشة؟ نعم. إيش الأقمشة المناسبة لها؟ هل هي أقمشة السلك أو أقمشة القطن أو الأقمشة المخلوطة؟ كيف حيعرف؟ يبدأ يلف على المحلات تجار الأقمشة. نعم. يبدأ يلف عليهم ويعرف كل قماش وإيش طبيعته وإيش مميزاته. أيوه. وما يأخذ كميات كبيرة، يأخذ كميات صغيرة ويجرب. وأنا أفضل إنه دائما يعني يجرب على نفسه ويجرب على حبايبه عشان هو يعيش دور العميل. أيوة. يعني يتقمص دور العميل، هو يشوف من الزاوية الأخرى إنه هو، ويبدأ يطلع الملاحظات اللي في القماش بعد الغسيل، بعد المكوى، إيش يبغاله، إيش مميزاته، إيش عيوبه، يقدر يعرضه لمين من الناس، يقدر يرشحه لمين من العملاء. نعم. وبعد كده حيبدأ يسهل على الموضوع. بالنسبة للإكسسوارات برضو بينزل الأسواق، بينقي منها، بيشوف إيش الشيء المناسب، إيش الشيء اللي ما ينعدم بعد الغسيل، بعد المكوى، إيش اللي شيء اللي يبغى له محافظة، مثلا يبغى له غسيل بخار. هذه نقطة مهمة جدا جدا جدا، يعني بعض الإكسسوارات تحتاج لغسيل بخار. أيوة. ما ينفع لها تعامل معين. أيوة. غير الثياب الثانية عالميا نعم ما ينفع تحطها في الغسالة وتيجي استحكها، لأنه اي احتكاك بيجرح اي اكسسوار، ان كان معدن او ان كان خاصه المعادن. أيوه. نعم. فدائما يحط بعض التعليمات وينبه العميل، لانه العميل ما يعرف. صحيح. العميل في النهايه يبغى توب حلو قدامه، يبغى يلبسه، يبغى يروح، ويبغى خلاص كل يوم يجي، تخيل بعد يومين او بعد اسبوع يلاقي مثلا الاكسسوار مجرح ولا شيء، حيزعل. انت ما قلت له، ما نبهته. ايوه. فحياخذ انطباع سيء عنه. فدائما التوجيه والإرشاد للعميل مهم جدا، لازم نحن نثقف العميل. انت لما تبغى تفتح بزنس التياب لازم تقول للعميل ترى الموضوع كده، انت تبغى كده تغسل، هل انت تغسل في مغسلة ولا في البيت؟ طيب اذا في البيت توجه لهذا، اذا في المغسلة لازم تقول صاحب المغسلة والعامل اللي هناك انت بي كده كده كده. تقلب التوب او تحطه في ووش باك، اللي هو في بعض الاحيان في اكياس للثياب تنحط يحمي الثوب والاكسسوارات الداخلية من التجريح، من الاحتكاك، من خروج اللون. هذه بعض الأشياء اللي لازم اللي يفتح البزنس ده يكون على علم فيها. وأنا أعتبرها من الاحترافية إنه الواحد لما يكون عنده مثل هذا البزنس ويعطي فكرة يعني توعوية أو تعريفية، دائما المعلومة مهمة جدا يعني للعميل. إذا كان والله أنت بتعطيه معلومة أفضل من محل تاني ما بيعطي هذه المعلومة، العميل الأولوية. نعم. العميل حيثق فيك أكثر. صحيح. على فكرة حيصير word of mouth، حيكون هو المسوق لك. صحيح. أنت كده وفرت على نفسك جهد ومال ووقت. فاختيارك للأشياء المناسبة وتثقيف العميل هذا بيساعدك كبير في نجاح مشروعك. نعم. العميل هو أفضل مسوق لك حيكون. جميل جدا. كنت تسألت تحت الهواء وخليني أنا أخليها على الهواء. إنه الشريحة اللي حتسمع للموضوع الثياب يعني في المناطقية، وهذا معنى ذلك إنه ممكن اختلاف تصاميم تختلف بموقع العميل في منطقة معينة إلى منطقة، وهذا شيء أنا أعتبره يمكن جميل إنه يكون هذا التنوع وهذا التعدد حتى في ثقافة الثياب كثوب يعني الواحد يلبسه. هل فعلا هذا الاختلاف موجود بشكل كبير؟ موجود جدا. أيوة. حتى في القماش كمان. حتى في نوعية القماش. نعم. يعني مو فقط أنا ظنيت أنه بس لا. التصميم يعني. لا. في نوعية القماش برضه. يعني مثلا يعني أنا لو أبغى أفتح محل مثلا ثياب في مثلا في الرياض غير عن جدة، غير عن الدمام، غير عن طبعا تبوك. طبعا هذا يعني أنا لابد أراعي الوضع ده جدا، مو نفس لا 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 لا, لا. الأقمشة نفس التصاميم، نفس لا 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 لا. العمالة مختلفة. أيوة. يعني شوف لكل منطقة لها ثقافتها ومرجعيتها.
ايوه. يعني مثلا يعني في بعض المناطق يحبوا السلك في المناطق الوسطى، يحبوا السلك مره، ما يلبسوا قطن ابدا. نادر جدا. بينما عندنا في المنطقه الغربيه عشان الرطوبه لقيهم بيلبسوا قطن كثير، او مثلا قطن مخلوط ببوليستر. نعم، الطلب على القطن اكثر من نعم في المنطقه الغربيه. نعم. في المنطقة الجنوبية أبها والمرتفعات بيأخذوا الأقمشة التقيل، البوليستر التقيل. نعم. بعض الأحيان بيمروا كذا للصوف، صوف مع فيسكوس عشان المناطق باردة، الأجواء باردة. فتميل إلى الأقمشة الشتوية نوعا ما. نعم. كذا ثقيلة شوي. نعم، ويميلوا للألوان. أول الألوان صح تكون ملونة ما هي بيضة غالبا. أيوه. يعني تلاقيهم. أيوه. فعلا. طبعا منطقة مثلا المنطقة الجنوبية جازان وده يحبوا الألوان كثير لأنه طبيعتهم ملونة. أيوة. عندهم سهول، عندهم بحر، عندهم وديان. أها. فهذه الأشياء كلها بتنعكس على كل منطقة. نعم. كل منطقة لها ثقافتها. في ناس مثلا تحب التوب السيمبل، في ناس ما تحب تغير في التوب نهائيا. نعم. في ناس تحب لا والله أحب أني ألبس دائما توب يعني مختلف عن المرة اللي فاتت أو الشهر ده. ايوه. في ناس دايما بتسالني هذا من نجاح المشروع عشان انت تعرف الشريحه المستهدفه. نرجع. أيوة. للنقطه ترجع للنقطه فعلا الشريحه المستهدفه، انت حتبيع لمين؟ فين منطقتك؟ من هو عميلك؟ ايش هو ثقافته؟ ايش يبغى؟ ايش يحتاج؟ كلون، كقماش، كاكسسوار، كطريقه التفصيل. ايوه. هذه كلها اشياء وعوامل مهمه في نجاح مشروع الثياب والملابس بصفه عامه. جميل جدا. طريقة التفصيل انت ذكرت انه مو بس الأقمشة، فعلا حتى طريقة التفصيل حتى شكل الثوب بيختلف كمان كثير. يعني انا اديك مثال اللي ضربناه تحت الهواء، مثلا الجاكيت. ايوه. مثلا الجاكيت الفرنسي والجاكيت الايطالي والجاكيت الامريكي كلهم جاكيت. نعم. لكن لكل مثلا الايطالي مختلف عن الفرنسي في القصة. في التفصيلة ما نقدر نقول هذا مو جاكيت، كله جاكيت. كله جاكيت. لكن لكل مثلا دولة أو منطقة طريقة معينة في التفصيل. زي كذا التوب. بعض الحين أنت ممكن تروح تلبس توب مثلا في مكان يعجبك في مكان ما يعجبك. ليه؟ لأنه هذا طريقة التفصيل عجبتك، فأنت لازم تعرف المنطقة اللي أنت بتبيع لها إيش يحبوا طريقة التفصيل. نعم. هل مثلا الخط الخياطة من الجنب دقتين ولا دقة مبروم؟ هل هي مثلا الجنب يكون صغير والوسع يكون في التوب؟ هل الطريقة اللي نحن اللي بنسميه في الجنب الغاجور اللي بيتحكم في وسع التوب كبيرة ولا صغيرة؟ هذه كلها حسب التفصيل. جميل. حركة مثلا اللي في الكتف، اللي حدة الكتف، في ناس يحبوها مستقيمة، في ناس يحبوها دائرية بكير. هذه كلها تفاصيل لازم انت تعرفها عشان تعرف تبيع لمين، عشان تعرف انه ما تجيك مشاكل. بعض الاحيان بتجيك مشاكل وانت ما انت داري. صحيح. فانت تجد نفسك من اختلاف التصاميم تستطيع ان ترضي عميلك بالتصميم اللي يناسبه. ايوه. تلاقي نفسك بتبيع مثلا، انا اخاف انك تجي بتبيع منتج وما تلاقي له عميل. ايوه. هذه مشكله. لا انت لازم تعرف من هو عميلك. طريقه الجيب مثلا، هل يحبوا الجيب المخفي ولا الظاهر؟ هل يحبوا المشطوف؟ هل في ناس مثلا في مناطق لازم جيب القلم مهم اساسي، في ناس لا يقول لك لا تخرب لي مثلا الخضه اللي في الجيب ما ابغى. ايوه. انت لو عرفت عميلك هتعرف. صحيح. كل شيء. اذا انا لازم ادرس المنطقه او المكان اللي احط فيه مشروعي كثياب مثلا، وعملاء ايش يبغوا، ايش الغالبيه في عالم البزنس. ايوه. في كتب ومجلدات كبيره بس. أيوة. عن معرفه نوع العميل. نعم. في اي بزنس اول شيء انت عرفت عميلك الشريحه المستهدفه تبدا تبني كل البزنس عليه، لانه خلاص هو ده عميلك، هو ده زبونك، هو ده اللي حجيب منه فلوس على قوله. صحيح. حنطلع الفاصل ومكملين حديثنا الشيق عن بزنس الثياب مع الأستاذ أيمن الرابغي، ابقوا معنا. كلام بزنس. وما زال حديثنا مستمعينا الكرام عن بزنس تفصيل وتصميم الثياب. موضوع التفصيل ولعله يكون نوعا ما مقبول، لكن لما نتكلم عن تصميم يعني حيقول انت حتودينا لوين؟ يعني احنا دخلنا كذا ازياء، يعني ثياب قلبت ازياء لهالدرجة. يا ريت تعطينا فكرة كذا بشكل ادق حول هذا الموضوع. والله سؤال جميل جدا جدا يا استاذ عادل، وانا كنت منتظرك انك تسألني سؤال زي كذا. طيب تمام. المشكلة انه الناس لما تفكر انه كلمة تصميم في التوب يعني شيء اوفر، يعني شيء خارج عن المألوف، يعني شيء الوان. أيوة. حيقولوا خلاص احنا ثياب عارفينه يعني ما. أيوة. يبغى له. أيوة. 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 هذا شيء خطأ. التصميم يعني البساطة قمة الاناقة والذوق الرفيع.
يا سلام. تصميم يعني شيء إضافة جمالية، مش لازم تكون مرة أوفر مرة مليان. مش لازم أنا أجي أبهرج، ترى less is more. كل ما كنت بسيط وقليل، كل ما أنت عبرت عن نفسك وأفصحت عن أشياء عندك، يعني نحن دائما بنقول إنه أناقل بسيطة بتعكس أشياء كبيرة عندك. نعم. أنا لو أحكي لك موقف مثلا، في كان رجل عندي كده كبير، كان دائما يقول لي لا أيمن أنا ما ألبس إلا سادة. أقول له طيب سادة بس. أيوة. أي. وكان ولا يقبل أي تغيير. ما يقل لي كده، ما أقبل أي تغيير أبدا. أيوة. أنا دائما الناس دي ما أجا يعني أتجادل أنا وياها. نعم. وكان عنده صديق جاني مرة وقال لي أنا بلبس، قلت له طب إيش رأيك تميز بسيط هذا كده، فوريته إنه مثلا ممكن الاختلاف يكون في إزرار في شكل بسيط، فقال لي حلو تمام. فبدأ الشخص ده يلبس ويجي المناسبات اللي نحن بنحضر فيها. لا تعلم قد إيش الرجل هذا اللي كان محترط اعتراض نهائي، قال لي أيمن أنا أول مرة أحس إنه أنا غلطان. فاسمه أبو محمد. قلت له ليه أبو محمد؟ يعني كنت أحس بأنه تصميم أنه أوفر. اكتشفت أنه لا، التوب ممكن يعني لمسة بسيطة. أيوة. بتخليه أنيق جدا وراقي، ولقى يمكن ردة الفعل من نظرات الناس حوله أنه في شيء جديد. نعم. صار إطلالة جديدة له. نعم. ونفسية. أيوة. نعم. أناقة بتدي إحساس بالطاقة بالإيجابية. نعم فعلا. بتغير النفسية كثير فعلا. قلي أنا بصراحة غيرت رأيي وصرت خلاص أنا أبغى أشياء معينة أسوي لي تصاميم، لأنه هو إنسان كبير في السن، فدائما يعني الكبير في السن له تصاميم معينة. نعم. بنعطي له هي بتناسب سنه وما تقلل من هيبته. نعم. في نفس الوقت تدي له حيوية. صحيح صحيح. والحمد لله أن أنا قدرت أن أنا أغيره. وقص على ذلك قصص كثير يعني. نعم. يعني عالم الأناقة عالم جميل. نعم. الإنسان الأناقة مثل المسابقة، الجميع يريد أن يكون الفائز. إحساس داخل عن كل إنسان زي السباق، الكل يبغى يكون الأول. يبغى يكون الأول صاحب القولهم جذب الأنظار أمام الآخرين. مين فينا ما يحب أن يكون أنيق؟ أيوة طلت تكون حلوة. إن الله جميل يحب الجمال. نعم هذا ما في كلام. نعم. ولكن الناس بعض الأحيان تخاف. أيوة. تحس أنها مجازفة لو عمل تصميم جديد. جدا يعني. أيوة. التغيير في البداية. هي نقطة التغيير هنا المشكلة عند الواحد. نعم. إنه كيف يكسر الحاجز ده. نعم. لكن لو كسره. خلاص هيبدأ يدور على المميز. ما أيه. يقدر يعني ما يقدر يرجع عادي. نعم. اللي يصير مميز ما يقدر يرجع عادي. أكيد. لا يبغى يعيش دائما مميز. صحيح. فهذه دائما نحن بنقول، فعشان كده برضو في البزنس لازم توجه العميل. الإنسان الكبير في السن تعرف أنت إيش تختار له، الشباب تعرف أنت إيش تختار له، الطفل تعرف أنت إيش تختار له، تعرف إيش المناسب إيش الجميل. نعم. عليهم عشان. نعم. ما يجي واحد مثلا كبير وينتقد مثلا يشوف تصاميم معينة ما تناسبه يلبسها، يبدأ الناس مثلا يقولوا ليش هذا. صح. فأنت كسبت جانب هنا. لا لازم تختار المناسب للإنسان، المناسب للسن، المناسب للعمل، المناسب للمنصب، المناسب للبيئة المناسبة. نعم. وهذا اللي يكون تحت سقف التصميم، بما أن التصميم بمعنى أنه يعطى لك الشكل أو الثوب المناسب يعني شكلك المناسب. نعم. نعم. طيب الآن يعني مع ما شاء الله تبارك الله ثورة خروج الثياب بشكلها الجميل والأنيق والأزياء والتصاميم وما إلى ذلك، لكن أحيانا الناس تقول السعر. السعر هو اللي بيخلي أحيانا في نوع من الأوفرة يعني، والأشياء اللي بيكبر الشغلة على أكبر ما يكون. ما الذي يحدد سعر الثوب إذا كان والله غالي عالي نازل طالع عشان الواحد يفهم؟ شوف موضوع السعر موضوع. أيوه. حساس جدا. نعم. وأنا أحب أن أنا يعني أتكلم فيه أوضح للناس. شوف يعني اللي يحدد السعر أول شيء القماش، والقماش زيه زي أي سلعة زي. أيوة. السيارات، في مثلا سيارة ب50,000، في سيارة ب100,000، سيارة ب200,000. أنا فاجأت أني شفت مقطع يوتيوب أنه في قماش ب60,000 أوفر. لا وفي بعضه ب18,000 يقول. لك ده مرة النوعية الفلانية ما أبغى أسمي بس يعني. لا مبالغ بصراحة، خلينا يعني نكون واقعيين. أيوة. يعني لا هذا أنا الشيء أنا بتكلم معك يعني كونك صاحب خبرة في هذا المجال يعني. أنا أرفض الأشياء دي، أرفض. أيوة. المبالغة في المواضيع يعني. هو هذا السؤال ليه صراحة. لا أوفر. لا ما هو يمكن حركة تسويقية هو مسويه. أيوة. لكن لا في شيء معقول، حتى لما يكون في سعر غالي برضو معقول ما يكون مؤفور يعني. يعني برضو الناس صارت تفهم صارت تعرف. نعم. أنت معلش الناس ما هتتقبل أن أنت تضحك عليها صح بسعر معين.
انت النت وهذا كل شيء صار مباح، انت تقدر تخش تشوف الماركات العالميه قديش بتبيع وقديش، يعني فعلا لما يكون مبالغ زي ده. نعم. لا اذا انت قلت لي اللي يحدد السعر رقم واحد هو القماش، القماش، طريقه التفصيل، الاضافات، الاكسسوارات اللي موجوده عليه. ايوه هذه الاشياء هي اللي بتحدد. انت ممكن تاخذ قماش رخيص، ممكن تاخذ قماش وسط، ممكن تاخذ قماش غالي، بس انا عن نفسي دائما اقول للناس ابتعد عن الرخيص تماما. ليش؟ انت بتشتري شيء تبغى يكون حلو عليك، تبغى يعيش عليك، ما تبغى تكون في مناسبه يخرب ينعدم، يعني معليش يكون منظرك مش حلو. صحيح. وفي النهايه انت دافع فلوس، ترى انت لما بتشتري قماش سعره رخيص انت بتدي عمر بسيط له. نعم. انت لما بتدي تخلي انه استخدامك مثلا يمكن ما يتجاوز المرتين ثلاثة بكثير، خلاص انت كده انت حكم. وفي نقطة مهمة جدا اخ عادل، ايوه، الرخيص غير مريح. انت ما بترتاح فيه، مو عملي. يعني ليش؟ يعني انت اللبس، انت ثوب مثلا كل يوم بتلبسه مثلا، وكل بعد يوم استهلاك يومي، تخيل انت تلبس شيء غير مناسب لك، غير مريح لك، لا هترتاح في كلامك، لا هترتاح في جلستك، هتلاقي نفسك يعني منفسن شويه كذا زي ما يقولوا، ما انت مرتاح. نعم. بينما لما حتى لو خسرت شويه واشتريت قماش مريح وناعم وبارد على الجسم، انت كذا الراحه لا 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 يعني عارف، حتكون في جلستك، في قومتك، في حركتك مرتاح، ما انت معصب. الجو حار عندنا. الجو حار جدا، ما يرحم. فبعد كله بتشتري حاجة مش مناسبة، ترى انت حتتحمل. صح، انت اللي حتعب حالك. اذا يعني موضوع اختيار الثوب واللبس ما هو مجرد اني ستر جسد، بقدر ما هو عبارة عن شخصيتك. نعم. اللي راح تطلع بيها امام الاخرين، وطلتك اللي راح تكون فعلا امام الاخرين. ثوبك بطاقة شخصية عبر عنك، من غير ما تطلعها للناس. ايوة. فحاول انك انت تعزز البطاقة هذه كويس. يا سلام، أنا أشكرك والله أستاذ أيمن، حديث شيق جدا والله معاك، ومستمتع بكل ثانية قبل الدقيقة في معرفة عالم التفاصيل والأزياء في مجال الثياب. الله يسعدك يا أستاذ عادل، وأنا سعيد جدا أنك كنت معاك، وأنت يعني شكرا أنك أديتني واتحت لي هذه الفرصة الجميلة. نعم. للمستمعين ألف ألف. تعطينا كذا بس فكرة عن يعني بعض الفعاليات والأشياء اللي راح تقوم بيها عشان الناس لو حابة تتابع يعني أعمالك برامجك. والله اليوم عندنا أوبريت تابع لوزارة الداخلية، رؤية التحول الوطني. نعم. 2030 لمديرية السجون العامة بالمملكة العربية السعودية. ما شاء الله التحول الوطني حتى في السجون أصبحت شكل مختلف تماما. نعم. فيها تطور رهيب يعني. فنحن اليوم مسوين أوبريت أنا مصممه بإخراج الأستاذ الكبير فيصل يماني وبرعاية وزير الداخلية. ما شاء الله. وإن شاء الله بإذن الله حيكون اليوم الفعالية بإذن الله تعالى. أتمنى لكم التوفيق. وطبعا الأستاذ أيمن من الناس اللي أنا أحب أتابعهم حتى عبر سناب شات، ووجوده عبر شبكات التواصل الاجتماعي لمعرفة فعلا يعني مجال تصميم الأزياء. يعني أستاذ أيمن متواجد بشكل كبير وحاضر وبإمكان الاستفادة، وتعرفوا فلسفة لبس الثياب وتصميم الثياب بشكل أوسع. الله يكرمك، أنا موجود تحت خدمتهم ومكتبي مفتوح للجميع. الله يسلمكم. أشكر لكم أيضا مستمعين الكرام على طيب الاستماع، وإن شاء الله تجدون هذه الحلقة موجودة على قناة الإذاعة في اليوتيوب، بالإمكان العودة إليها والاستفادة من محاورها ونقاطها المثرية. تحية مني أنا عادل برباع من الكنترول، الزميل عصام صوفي، في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.